السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. تاني يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما متجمعين بالصحه والسعاده يا رب. اكيد جايين نعمل فطار، ولكن الفطار بتاع النهارده ايه بقى؟ هو طبق مفيش حد بيختلف عليه، ممكن يكون اسمه اجنبي او مصدره ايطالي، ولكن بقى غالبا ما بتعملش في ايطاليا قد ما بتعمل في مصر. هي المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل اللي هي حلم كل طفل وامل كل كبير. ما اعرفش ليه بقول كده، بس بجد ده اللي بيحصل. كلنا بنحب المكرونه بشاميل، الدايت واللي مش دايت، الصغير. هي سهله ولطيفه، ولكن اللعبه في الصوص البشاميل، وفي صوص تاني جوه اللحمه المفرومه، هو ده اللعبه الاكتر اللي بتدست جميل جدا، احلى من المكرونه. هنعمل ان شاء الله مع حضراتكم النهارده صينيه حلوه بيتي نظيفه على مزاج، مكرونه بالبشاميل باللحمه المفرومه بتعصيج جديد شويه مختلف. لازم يكون في اختلاف طبعا، مش الطبيعي هو هو، مع الجبنه ومع الحركات. هنشوف التفاصيل ماشيه ازاي. مقادير سهله جدا: كيس مكرونه، ربع كيلو لحم مفرومه، عندي لبن، عندي صلصه، عندي بشاميل، تشكيله من الخضروات كحشو. هنشوف الموضوع ماشي ازاي. اكيد مش هنفطر مكرونه بشاميل، ولكن عندي جوز فراخ بلدي شامورت حلوين يتحشوا بقى ايه، حبه رز بالكبد والقوانص والقرفه والتطجين الحلوه اللي فيها جوز الطيب، وتتسلق سلقه حلوه وتطلع تاخد فرشه سمنه وتطلع مقرمشه. الحكايه هنا هنا. طيب الطبق الثالث ايه بقى؟ الطبق الثالث انا ممكن امشي عن، طبعا في سلطه امبارح هنعملها مفيش ولا كلمه، لان السلطه امبارح ما لحقناش نعملها. وزي ما حضراتكم شايفين الفكره، في فكره السلطه اللي سيبها بص حتى اخر حته على جنب كده، بحيث ان برده ايه يعني ما يعني ما بقاش في مشكله ولا حاجه. وعندي كمان تقرير، هنطلع كمان شوية يعني دلوقتي هنطلع فاصل نرجع نشتغل، وعندي تقرير النهاردة ليه علاقة بحاجة عزيزة على قلبنا جدا جدا جدا، هو تقرير المخلل. المخلل السلطة ليها معزة مفيش كلام، ولكن احنا شعب أكيل. كيس المخلل ده ليه لازمة جدا وليه قيمة كبيرة جدا، ويا سلام بقى لما تجيبه عند حد يكون مميز او حد يكون شاطر او حد يكون ليه اسم قديم. مخلل اصل هجيب كيس بكام يعني؟ بخمسة عشرة جنيه ايا كان السعر، ولكن اعتماد الحكايه مش على السعر او المكان، ده مين بقاله قد ايه بيعمله، طب تفاصيله عامله ازاي. هنشوف النهارده ان شاء الله بحضراتكم تفاصيل تهم كمان ست البيت، مش بس ان احنا بنشتري مخلل منين او راجل حلو او وحش، مش ده المقصود. هنفهم بيتخلل ازاي، بيتخزن ازاي، لما اجيب الكيس في البيت احطه في علبه ولا التفاصيل دي مهمه جدا، اخد بايدي ولا في حاجات. انتوا عارفين اني بلغي كتير، فبقعد اسال اسئله ان شاء الله تفيد حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم تاني يوم رمضان، اكيد جايين نعمل اكل حلو ان شاء الله يا جماعه حضراتكم، ولكن اهم من الاسامي ومن الاكل التست الطعم. الحاجه الحلوه الواحد على الفطار ما بياكلش كويس، انا شخصيا ما اكلتش امبارح كويس على الفطار، وده طبيعي. كل الناس او ناس كتير جدا ما بتعرفش تاكل اول يوم او تاني يوم، لان الواحد لسه ما ظبطش المعده او ما ظبطش مواعيد النوم مواعيد الاكل، لان طبعا الوقت في رمضان غير الاوقات العاديه، فكره الفطار او السحور او الفطار والغداء والعشاء، فكل واحد حسب ترتيبه. المقصود لازم نعمل اكل كويس عشان نعرف ناكل، او اكل يكون طعمه حلو، وده اهم ما يكون شكله حلو. فجايب عندي النهارده جوز فراخ شامورت بلدي، وحته لحم مفرومه هعملها مكرونه بشاميل، طريقه تعجب حضراتكم ان شاء الله. وعندي كمان ربع كبد وقوانص هعملهم رز حلو بالخلطه، اخد جزء احشي بيه الفراخ والجزء الثاني هسيبه عندي كارضيه تحت الفراخ. وعندي طبق شوربه مهم جدا، شوربه خضار بالكرفس الكتير. ليه؟ جربوا مش هتخسروا حاجه. الكرفس دايما بنستغله في الشوربه عشان يدي نفس في السلق، هو الكرات. بالك بقى لو حطينا الكرفس ده زي حبه زي دول كده مثلا، عودين ثلاثه بس كتار شويه، وزودناهم مع تشكيله الخضروات، التست هيبقى عامل ازاي والفايده هتبقى عامله ازاي. طب نبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاول حاجتين: تعصيج اللحمه وتشويح الرز عشان نبدا نقفله واحده واحده. فكره الكبد والقوانص انا مش بحب احطهم كلهم مع بعض في نفس الطبق او في نفس الحله. ليه يا شيف؟ هنشوف وهتفهموا قصدي ايه واحده واحده. هجيب لها طاسه لوحدها الكبد والقوانص على جنب كده، اهي تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف ايه الموضوع. هبدا الاول بالرز عشان اسيبه يبرد شويه عشان اعرف احشي. هي الترتيب بس واحده واحده. سنه زيت الاول للرز، اهي سنه زيت
مع زبدة، ولكن بنزل بالزيت عشان أولا ما يحرقش الزبدة، ثانيا يخلي معايا الرز ملمع برضه، والزبدة هنا التست بقى والطعم كله. البصلاية اللي هنزل بيها الأول بتاعت الرز هشوحها شوية، بسم الله، وأنا بقلبها هكون مجهز عندي ليها كده حبة قرفة حلوين وسنة جوزة الطيب وحبة بهار مشكل. ايه الفكره ايه الحكايه هنشوف حالا. انا قصدي عايز اخليها تغمق شويه. بسم الله، ادي اول حاجه البصلايه بتاعتي بتاعه الحشو والفراخ. هنا برضو اسيب عندي او اضيف نقعه زيت عشان اشوح فيها حاجتي بتاعه الكبد والقوانص، واسيبهم يسخنوا شويه عشان نشوف برضو الحكايه ماشيه ازاي. الشوربه هاخد مرقه حلوه طبعا واعملها حبه ايه شوربه حلوين، مرقه الفراخ طبعا و حبة الخضار كلهم جاهزين، بس يكونوا متقطعين صغير ما يبقوش كبار، والشوربه ما خليهاش تاخد وقت كتير، ممكن نسويها ان شاء الله قبل ما اتبل السلطه بنصايه، يعني الرز والشوربه والسلطه هم اخر حاجه بنحطهم على المائده. ليه؟ لان ما بحبش الصراحه الرز يسخن ولا السلطه تتبل بدري عشان ما تتبلش، ولا كمان فكره ان الواحد يكون برده يعني ايه هي بتاخدش وقت الصراحه الحاجات دي. فانا بقول في بعض الناس تحب كده وفي بعض الناس تحب تسيبها شويه. طيب هجيب عندي معلقه صغيره، وادي عندي سنه القرفه، بسم الله، على سنه البهار، والتاتش بتاعي ان انا عايز ابهر حاجات حلوه بسيطه. سيب جوزه الطيب دلوقتي، هبدا اشوحهم مع بعض اهو كده اهو، وممكن القوانص تستحمل معايا الرز، انزل بيها هنا اهو معاهم، لان الرز طبعا بياخد تسويه غير تسويه الكبد. الكبد بتاخد تسويه بتشم النار وبتطلع، وممكن تعجن او تتفرول او تبقى مش حلوه لو احنا سبناها في قلب الرز كتير. خلي الكبد لوحدها حتى يبقى ماسكه نفسها شويه. بقلب هنا القوانص مع فص ثوم بقى كمان بالمره يدي تيست حلو في الحشو بتاع الرز. ادي فص الثوم، وممكن حسب الرغبه قرن فلفل صغنن، مش قرن، نص قرن اهو مش باين، مفروم مشطشط شويه، واجي اروح رامي حبتين كده ورق غار على حبهان. هنا بقى ايه الواحد بيعمل نفسه فيه بقى اهو، ده في الرز يبقى سنه قرفه، حبهان، ورق الغار، قرن فلفل، فص ثوم، فصلايه، سنه زبده، شامم ريحه حلوه، في ريحه حلوه اهو. اجي خلاص ظبطت اموري، اجيب عندي حبه الرز بتوعي، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اشوح حاجتي واقلب براحتي خالص. هنا الملامح تبدا بقى تبان اهو، وابدا ايه اسخن الرز كويس جدا جدا، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه اهو. شايف ان هو ناقص له كمان مكعبين زبده عشان الزبده اتشربت كلها من الاول. وهنا الطاسه الحلوه دي هبدا اجهز عندي حبه الكبد، وكاني بديهم تاتش كبده اسكندراني، اكني اللي هو ايه التتبيله التحويه بتاعتها. بص بعمل ايه، سنه خل، سنه صغيره جدا، وطبعا هدي سنه بهار وسنه كزبره ناشفه وسنه كمون وتاتش التوم. حلو الكلام، كلام جميل. ومعلقه بسم الله على الطاسه دي كده زي ما هي اهو، واسيبهم مع نفسهم شويه هنشوف النتيجه عامله ازاي في اقل من دقيقه، وتبقى برده في الامان ومستويه لوحدها تتغمس لو عايز اغمسها. هنشوف. ارجع تاني للرز، اقلبه يسخن معايا كويس، ابهره بحبه ملح لان احنا واخد كل حاجته خلاص، ونشرب ونسيبه ياخد تسويه اللي انا عايزها. انا في الحشو بقول ممكن نص تسويه، واخد الجزء اللي انا عايزه، وبعد كده اكمل تسويه تانية للي هيتحط تحت الفراخ في النهايه، لازم يكون مستوي كويس، فاسيبه كمل تسويته. هنا الكبد زي ما حضراتكم شايفين بدات تقول اهي، هبدا اجهز نفسي في اللي جاي ان شاء الله على المكرونه البشاميل. كده احنا بنأسس حاجه الفراخ، وده مهم جدا اشم الروائح اللي انا شايفها دلوقتي بقى من بهار بتاع الرز والحاجات دي كلها. طيب حبه ملح، والملح بنحطه في الاواخر
لما الرز يسخن. هي بس الطاسه دي مش عاجبني مكانها لاني واخده نص مكان ده، فهرحل دي من دي كده اهو بس كده. انت متشكرين، اخد راحتي هنا عشان الرز ياخد تسخينه المظبوط. هنا فكره الرز اول ما احس ان هو بدا يسخن اديله الملح بتاعي واظبط اموري والم كل الجوانب، البصلايه مع فص الثوم اللي دلعه الاول، وابدا هنا بقى ايه، اروح جايب عندي المرقه وابدا اشرب. هنا الكبد شايفين حضراتكم خلصانه، بحطها في الرز؟ لا برضه سيبها، مش هخسر حاجه، في النهايه هنشوف. الرز بتاع الحشو انا هاتله كبد وقوانص، هافف عليا بصراحه اديله حبه بسله في الحشو. في الحشو مش هيقول لي حاجه خالص، بالعكس بحشي الفراخ برز وبسله ومكعب مرقه غير المرقه اللي احطها، شايفين؟ وابدا اقلب حاجتي كده وتتحيق مع بعضيها بكل بساطه اهو. طبعا عارف اللي بيحشوا الفراخ دايما ما بيحشوهاش بفكره بسله، ولكن لازم ندي برده التاتش بتاعنا اهو كده اهو. قلبنا حاجتنا كويس جدا، الكبد عندي اتحمرت زي ما حضراتكم شايفين، تطلع على جنب كده اهي، حاطه في الاخر وتصفى الزيت بتاعها كمان وتمام التمام. طيب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حبه مرقه نقفل بيهم الرز كده اهو على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالعاده الرز بتاعنا بياخد معيار الضعف، كوبايه قدام كوبايه، او اساوي اموري زي ما حضراتكم شايفين اهو. وابدا اهدي النار عليه شويه لحد ما ياخد تسويته، وابدا اقفل انا حاجتي واحده واحده. طيب اللي بعده ايه بقى يا شيف؟ اللي بعده معلومه بس كنت عايز اكد عليها، يعني اكدها مع حضراتكم، فكره وانا بشتري الفراخ. خلينا نبص على الفراخ قبل ما اشتغل عليها عشان نشوف ايه الحكايه وهنعمل ايه. فرختين الفرخه ما تجيبش نص كيلو زي ما حضراتكم شايفين. يعني ايه يا شيف؟ يعني كده كده لو انا فكرت اجيب حالا بس كده حبه رز، لو انا فكرت ان اجيب الفراخ دي اصلا اكبر من كده مش تبقى طعمها حلو. ليه؟ عشان الطبيعي للفراخ بتبقى افضل وهي حجمها صغير، الفراخ البلدي حجمها الصغير هو افضل بكتير جدا مما تكون كبير، لان الكبير هيبقى حلو وكل حاجه ولكن مش زي البلدي الصغير. طب ينفع اعملها فراخ بيضة؟ ينفع، ولكن مش زي الفراخ البلدي. انا بس احب اتكلم بالتفاصيل دي، مهمه جدا لان الحكايه هنا مش في الاكله. طيب ايه بقى الموضوع يا شيف؟ والله الموضوع ان اسيب الرز يبرد شويه واجيب عندي الفرختين، وزي ما حضراتكم شايفين الفرخه بصوا حجمها قد ايه؟ ما تعملش حاجه، مغسوله غسله بقى لما زعلت مننا جدا جدا. قبل اي كلام، جزرايه، بصلايه، فصين توم، اجيب عندي حله كبيره جدا بتغلي ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي عشان اسلق حاجتي وامن حاجتي الاول. يبقى كرفس وتوم وبصل وجزر، حابب اعشاب ماشي، مش حابب برده ماشي، لو عندي حبه زعتر مش هيقولوا لا اهو. وبالمره ورقتين غار، حبتين حبهان، كبه صيني، عود قرفه، خشب. اسيب الكلام ده كله ياخد اول سلقه، واجي هنا الفراخ تمام التمام خلاص مغسوله ومتظبطه وحاجتي كلها تمام التمام. هبدا دلوقتي اجهز الحشو بتاعي وهنشوف الطريقه ماشيه ازاي. عندنا طريقتين في الحشو، الطريقه الاولى لو انا هحشي زي ما انا كده على طول، والطريقه الثانيه لو انا قلقان وخايف ان الحشو بتاعي ما يبقاش ماسك نفسه في قلب الفراخ، اجيب ورق المونيوم واقدر برضو احشي وانا مطمئن واقفل في الاخر، هنشوف واحده واحده. عايز اتبل الفرخه الاول ازاي يا شيف؟ يلا بينا. بجيب عندي بصلايه الاول، والبصلايه اللي بحط فيها فص ثوم، عفوا بوله الاول، وعليها بصلايه وفص ثوم وحبه بهار من دول، شايفين البهارات دول؟ اللي هي بقى حبهان مطحون وقرفه، كل الحاجات دي ريحه غير طبيعيه. واجيب الاول الفرخه واروح مديها في النص كده زي اكني يعني ايه بشممها ريحه البصله دي كلها اهو، زي ما حضراتكم شايفين، شايف المنظر؟ تبقى ريحه ده حلوه كده اهو. تاني كده اهو، يبقى ندي نفس بس، نسمو النفس. واجي عندي الحشو بتاعي ايا كان الكميه، ما بزودش كتير، بمسك كده على قد ايدي اهو كده عشان عامل حسابي ان الرز ده هيبدا ايه؟ هيستوي تاني، اسيبه يبرد واحشي يكون الرز عندي نص تسويه زي ما حضراتكم شايفين، وبارد عشان يكمل تسويته في المرق اهو كده اهو. عايز احشي تحت الجلد
في ايدي اهو، هوريكم برضو لو عايز احشي تحت الجلد. بس ده بقى ايه، محتاج شطارة حضرتك وانت بتسوي، ما يبقاش يفك مننا ان شاء الله. اهو كده اهو زي الحمام اهو، شايفين صوابعي بتعمل ايه؟ بالراحة من تحت الجلد نمشيها عشان خاطر اقدر احشي اهو كده اهو. وبعمل كده وبمشي بصوابعي كده وابدا ازق واحده واحده كده، شايفين بعمل ايه اهو. ده لما يستوي هيديني الحجم اللي انا عايزه، لان الرزايه لسه ما استوتش، فالطبيعي زي ما احنا عارفين الرزايه بتبقى الضعف اهو. مش هزود اكتر من كده حشو عشان ايه حاجته مظبوط، واجيب عندي بصلايه واقفل بيها اهو. تمام لحد كده، ادي اول واحده. تاني، تبلنا الفراخ الاول وظبطنا الامور واديناها بصلايه فيها فص ثوم وسنه بهارات وقرفه وحركات عشان اخد نفس حلو. وبعد كده اروق بس الاول مكاني وابدا اشتغل من اول وجديد في الفرخه الثانيه اهو كده. وببدا ما بحطش كميه كتير، احط حاجه يعني اللي هو ايه نص الحشو اهو كده اهو. ولو عايز اعمل موضوع الحشو الجلد بمشي صوابعي تاني كده اهو، وابدا برضو بحشي كمية مش كتير عشان بعمل حسابي ان هي الطبيعي هتنفش او هتبقى الضعف اه. هي غلبة ولكن ما بتتعملش كل يوم، تبقى ليها نفس كويس قوي وليها طعم كويس قوي. ونضف حاجتي اول باول كده اهو. طيب هنا ممكن نسلق على طول. طب يا شيف انا خايف ان انت عملت ده كله ممكن يقع مني، ولا حاجة، ورقة ألمونيوم يا فندم حضرتك هتعملي كده. انا مش شرط عندي اسلق يعني اربط كله، انا بربط بس الحته دي اهو عشان لو مش عارفه تعمليها كويس اهو، بس خلاص بمنتهى البساطه عشان بس ما تفكش منك. اول ما هتنزل الميه هتمسك بعضها لان الميه سخنه جدا، وده المطلوب. بسم الله اهو. تاني اهو بصلايه، انا حاسس ان برده ممكن الرز يقع مني، فبروح اعمل كده اهو. انا كمان اهو كده، وراح جاي هنا كده قافل كويس اهو خلاص. ادي الفرخه مظبوطه وتمام التمام، هنشوف النتيجه ان شاء الله في الاخر. واسيبها كده اهو واغطي عليها وعيش حياتك تمام التمام. الم بقى الدنيا دي كلها ونشوف ايه اللي حصل الناحيه الثانيه ونرجع من اول وجديد. افندم حاضر، لحظة واحدة هكون معاكم. شوف بس أنا بكهرب من حوار الزفارة دي الصراحة، لازم أول بأول ننظف مطرحنا عشان نشتغل على نظيف. هي فكرة الفراخ زي ما شفتوا حضراتكم، الحشو أهم شيء في الحكاية كلها، إن لو اتعمل مظبوط واتعمل صح هتطلع الفراخ مظبوطه. والتسويه طبعا مهمه جدا، فدي حاجات يعني نتكلم عنها بالنسبه لي اهم بكتير جدا من اي حاجات تانية كتير. بدور هانم صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا حلاوه؟ اهلا بيك يا فندم، اسفين للتاخير. زي حضرتك؟ كله بخير نحمد ربنا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضراتكم بخير وصحه وسلامه. برنامجك رائع والله العظيم، بحب نظامك وطريقتك واكلك وكل حاجه. شكرا ربنا يخليك يا رب. سلامي. كل سنه وحضرتك طيب. كنت عايزه اسال عن الرز المعمر، ليه بيطلع معجن مش بيطلع مظبوط معايا؟ اخوكي معاك مش هيطلع معجن، ما تقلقيش. ربنا يخليك يا رب. حاضر، وايه كمان؟ بس بنوتي كانت عايزه اسلم على حضرتك ونستمع معاك في البرنامج. بس بعد رمضان. تمام ميش. اسمها ايه الحلوه؟ مها. مها اسمها جميل. الدهان ايه مع حضرتك؟ الو. اهلا اهلا يويو، ازيك يا قمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حلو، اخبارك انت ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا قمر، وبخير وصحه وسعاده. اخبارك انت ايه؟ قوي. الايه؟ بحبك قوي. وانا بحبك جدا يا مها والله. انت عندك كام سنه يا مها؟ مها ايه؟ عندك كام سنة يا حبيبي؟ سبعة. سبعة، بسم الله ما شاء الله. وايه بتصومي ولا لا بقى؟ ها يا مها؟ نعم. بتصومي ولا لسه؟ بصوم. كام ساعة؟ أنا صايمة. لحد الساعة كام؟ ها؟ وليه؟ لحد الساعة كام صايمة؟ لغاية المغرب. برافو برافو برافو، ما شاء الله عليكي. فرحتيني.
ماشي كده. بسمع معاك قوي. وانا كمان نفسي اشوفك جدا، وكمان انت فرحتيني جدا لما انت قلت لي بقى كمان انت صايمه دلوقتي. فرحت جدا جدا بيكي. ربنا يكرمك. الايه؟ ربنا يكرمك. يا حبيبه قلبي احلى دعوه يا رب، ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب بصي ما تقفليش السكه، يلا سجلي حالا بياناتك في الكنترول عشان احتفظ بيها، وان شاء الله بعد رمضان باذن الله نتجمع مع بعض ونعمل حلقه حلوه انا وانت. ماشي يا مها؟ مها؟ نعم. اوكي؟ اوكي. سيبي بياناتك في الكنترول، ومبسوط منك جدا جدا انك كنت صايمه، انك صايمه. ماشي يا حبيبي. احلى برنامج. حبيبه قلبي انت جميله وقمر ما شاء الله. احلى سيف عليك. يا حبيبه قلبي ربنا يحفظك يا مها يا حلوه يا قمر. شكرا جدا ليك يا هو يا فندم. يا حسين صباح الفل يا فندم. صباح الفل عليك يا شيف، رمضان كريم عليك يا شيف وعلى اسره البرنامج الناس الجمال والناس المحترمين مع حضرتك يا شيف. الله يخليك يا فندم، وانت بخير وبصحه وسعاده دايما يا فندم. رمضان احلى مع احلى اكله واحلى شيف. الله يبارك لك يا عم حسين، كلك ذوق. شكرا، الله يخليك. الله يخليك، وحشنا يا شيف والله. ربنا يخليك يا فندم وانت اكتر، ربنا يديم محبه. الله يخليك يا الله. تسلم، انت كويس وامورك تمام؟ تمام والله، ويسلموا عليك على اسوان كلهم والله. يا اسوان دول حبايبي، ربنا يديم محبه ورمضان كريم عليك كلكم واحد واحد. الله يخليك يا شيف. انا بشكرك. اقول لحضرتك سؤالك يا شيف، عاملين ايه النهارده على الفطار؟ اه والله فكرتني يا سيدي والله. حبيبي يا طب سيدي. طب قول لي عاملين ايه افطار النهارده والنبي في اسوان؟ طب طمني. لا تمام والله، الله ربنا يبارك في عمرك. ايه بقى عاملين فطار ايه بقى؟ ان شاء الله كده النهارده صينيه بطاطس باللحمه كده ورز والسلطه. استنى عشان ما سمعتش، انا اسف. ونفسنا يعني تشرفنا والله يا شيف. انا اسف ما سمعتش. بتقول ايه؟ بقول صينيه بطاطس باللحمه. الله. ورز. اه وسلطه. الله. ونفسنا تاني تشرفنا والله على راسنا يا شيخ. يا حبيبي ده انا اتشرف والله العظيم وعلى راسي. حاضر يا فندم، على عينينا. صباحك كله عسل. رمضان كريم عليك يا شيخ. الله اكرم يا فندم، ربنا يعز حضرتك. شكرا. تسلم يا استاذ حسين. شكرا يا فندم. طب اديني بس دقيقتين عشان اقفل حاجات مهمه جدا. مش احنا الفاصل ده هنطلع بكده تقرير؟ فاحنا عندنا مكرونه بشاميل بس ناسسها ونطلع فاصل. طيب هجيب عندي على السريع بس كده، نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ هنقول لكم حالا. عايز حله صغيره؟ ماشي، ناخد الحله الصغيره دي عشان اقفل فيها البشاميل واحده واحده. طيب البشاميل عباره عن ايه يا شيف؟ والله البشاميل هعمل النهارده بشاميل سريع جدا. لحظه واحده، هنعمل بشاميل بلتر لبن مع الخلطه السريعه عشان انجز وقتي. وعندي هنا حبه فلفل اسود وحبه ملح على اللحمه المفرومه. ده تاسيس ايه؟ اللحمه المفرومه بتاعت التعصيج، ده مهم جدا. فلازم بس ايه نقفل حاجتنا دلوقتي عشان نطلع التقرير نبقى رايقين ان شاء الله. طيب سنه زيت تعصيج اللحمه المفرومه على طاسه لطيفه، تمام؟ وابدا انزل بيها على طول اعصر اللحمه المفرومه الاول. بسم الله. تمام، وعندي اللبن ابدا انزل بلتر اللبن بتاعي. كيس مكرونه طبعا مسلوق ما فيهوش ولا كلمه. اللبن ينزل هنا يبقى دافي شويه. تمام تمام، لحد كده احنا برضو امورنا زي الفل. بس ايه بنسطب الدنيا مع بعض واحده واحده. عندي جبنه، ده البشاميل، وادي المضرب. اهم حاجه في الشغلة بتاعتنا دي تظبيط الشغل يا فندم. المضرب بتاعي هنا. اماني هانم. حاضر يا اماني هانم. صباح الفل. اهلا. صباح النور. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ يا رب تكوني بخير. الحمد لله كله بخير. حضرتك بالصحه والسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا فندم. تسلمي. تسلم ايدك على كل الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق. شكرا. ربنا يخليك. تسلمي. تحت امرك. ممكن اسال بس عايزه اللازانيا بالفراخ، ممكن؟ لازانيا بالفراخ. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ لا تسلم لي. حاضر يا فندم. حاضر. اوامرك. تسلم. شكرا جدا ليكي. شكرا جدا. حاضر يا فندم. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ ايوه المصفى ده، واصفي حبه مرقه حلوين عشان خاطر دول للشوربه. بصوا المرقه اللي في دي
المرقه دي شكلها ما بيهزرش. ايه المرقه دي بقى يا شيف؟ مرقه فراخ بلدي على مزاج قوي. فصراحه انا النهارده هعمل الشوربه الخضار بالمرقه دي، حاجه كده بقى يعني من اللي هي بسط من الشوربه. اظبط بس النار بتاعتي، معلش اتاخر ثانيه في الفصل ده عشان بس ايه نظبط امورنا، عشان هنرجع هنغرف، مفيش امكانيه ان احنا ناخر اكتر من كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ المصفى، شفت المرقه عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هصفيها بس الاول اهي، بسم الله. حبهان بقى اول لكل اللي عملته قدام حقكم من شويه، البصل والكرفس والكرات والحبهان والزعتر، كل حاجه. شايفين المنظر اهو؟ عفوا. انا احب اعمل الشوربه بسن زيت زيتون بس نيف نيف. ازاي؟ اهي كده سن زيت زيتون، واني نايف نيه يا شيف، ادي البصلايه وادي الكرفسايه وادي الكرتايه، التلاته مع بعض نيف نيف، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، دي الشوربه. دول لما يتشوحوا مع زيت زيتون، انا شايف ريحه دلوقتي حلوه قوي كاني بطبخ مش بعمل شوربه. وبسرعه معلقتي معايا اقلب حاجتي. الشوربه خلاص تمام. بصوا منظر الشوربه لما تصفت بقت عامله ازاي. كده اهو دي حاجه الشوربه. بصوا المنظر، شوحه واحده واحده كله شغال. وهنا البشاميل اللي عندي بدا اللبن يدفى، انزل بيه واحده واحده اقلب اهو. ابو حميد صباح الورد. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الفل يا ابو حميد. ازيك يا شيف؟ صباح النور يا فندم، ربنا يخليك. اهلا بيك بحضرتك. انا سعيد اني بسمع صوتك والله جدا. كلك ذوق. شكرا، ربنا يخليك. انا كنت اولا هحب احييك على الجمال والعظمه اللي حضرتك بتقدمها لنا. العظمه لله يا فندم، ربنا يعز حضرتك. تسلم، ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يخليك. انا كنت عايز بس اسال على حاجتين. اتفضل. كنت عايز اسال على الاكله اللي هي الشركسيه دي، طبعا اكله قديمه. طبعا انا كنت عايز اعرف يعني حضرتك هتعملها لنا ازاي وكده. حاضر حاضر. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد اذن حضرتك، سؤال بالنسبه للفراخ، لما نزلت الشوربه وكده ده حضرتك لفتها بالفويل، مظبوط؟ في مشكله كده ولا عادي ما ياثرش على الطعم او على اي حاجه ثانيه؟ لا ما ياثرش على الطعم، ما ياثرش على الطعم، ولكن انا هدفي بالحكايه ايه؟ مش اكتر من بكمر بس، او بوارسة البيت تكمر لو انت مش عارفه تكتفي الفراخ، واخد بال حضرتك؟ لكن لو أيوه. اقدر اكتفها بلاش ورق الومنيوم. تمام. الشوربه لو انا محتاجها قوي ممكن ما بقاش ورق الومنيوم برضو، لكن انا عشان عامل شوربه زي ما حضراتكم شايفين وتمام، فانا هدفي كله ايه؟ اوري ان لو انت مش عارفه تكتفي الفراخ وخايف الرز يقع منك تكبريه بورق الومنيوم، لو بنقدر ننزلها زي ما هي يبقى افضل من ورق الومنيوم طبعا. بس تحت امرك. تمام، ربنا يخليك يا شيف، متشكر جدا لحضرتك والله. الله يخليك يا حبيبي، كلك ذوق وصباحك كله هنا وسعاده يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. رمضان مبارك عليك. غششتني بقى، عاملين فطار ايه النهارده؟ احنا النهارده بقى عند الحاجه ان شاء الله. طبعا طبعا، ربنا يخليها لكم يا رب. وعينيا حاضر، الشركسيه في اقرب وقت هتتعمل وتشوفوها ان شاء الله. حاضر، اوامر. حاضر حاضر. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. الامر لله، ميرسي ليك جدا، ربنا يخليك. صباحك زي الفل حبيبي، صباحك كله هنا وسعاده يا رب. ربنا يبارك فيك. شكرا، تحياتي للحاجه كمان. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. الله يخليك. ارجع تاني، البصلايه كرفسايه بطاطسايه كل الشوربه نزلت. هنا بقى انزل بالمرقه بتاعتي واسيبها تاخد وقتها. بسم الله بسم الله، بس كده. شكرا كده، ادي الشوربه بتاعتنا خلصت خلاص. يلا بينا ونطلع فاصل، وبعد الفاصل فاصل صغير ان شاء الله، وبعد الفاصل هنطلع على فين؟ على تقرير في منطقه انا مقدم لها مقدمه كبيره جدا. انا بحب المنطقه دي جدا وليا ذكريات فيها. امبابه، تعالوا نطلع نروح رحله كده بسيطه لامبابه ونشوف محل مخللات بيقول لك لو جدع روح خد منه كيس. احنا الحمد لله ربنا كرمنا، صورنا بدري فعرفنا نسيطر ونروح بدري جدا الساعه 10 الصبح، كنا مخلصين تصوير غالبا عشان نكسب وقت، لان المنطقه عنده بتبقى زحمه جدا لان عنده مخلل حلو قوي. تعال نشوف الحكايه ماشيه ازاي ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل نشوف اخر ما عملناه مع حركه. اتفضل.
امبابه. امبابه دي عزيزه على قلبي قوي، وناسها الطيبين والمحترمين والجدعان والشطار. هنا في كل حاره في امبابه وكل شارع في اي منطقه في امبابه، في الحريف وفي الصنايعي وفي اللي فاهم، كل واحد بيشتغل في شغلانته عارف بيعمل زي كل حته في مصر، ولكن امبابه بالاخص ياما طلعت ناس جامده قوي في كل المجالات، واكيد حضراتكم عارفين طبعا الكلام ده. انا موجود النهارده في امبابه، منطقه عزيزه على قلبي جدا جدا، هي وحبايبي وناسنا واهالينا، جايين عند حد مشهور قوي ومعروف قوي من 40 سنه بس في المخلل. المخلل هي الحكايه، المخلل هو اللي بياكلنا اي اكل بناكله كويس واي اكل طعمه حلو بالحاجه اللي تفتح النفس. تعالوا مع بعض النهارده ان شاء الله نخش حاره جوه حاره جوه شارع جوه مكان لحد ما نوصل عند واحد بتاع مخلل بس على مزاج قوي. ان شاء الله يجي بحضراتكم ونحاول نفهم منه ونستوعب من اهل الثقه والفكره ماشيه ازاي، لان كله بيبيع مخلل وكل شيخ له طريقه وكل شيف له طريقه، اما بتاع المخلل هيكون ليه طعم تاني في الميه بتاعته والخضره بتاعته والشطه بتاعته. فتعالوا نشوف الحكايه ماشيه ازاي في قلب امبابه عند بتاع المخلل المظبوط واللي على مزاج. يلا زي ما حضراتكم شايفين احنا من شارع جوه حاره لقلب حاره، جايين النهارده نبص ونشوف على الحكايه، حكايه الاكله الحلوه. والاكل ما بيحلاش غير ما يكون في حاجه حرشه. ايه الحرش؟ اكيد طبعا السلطه موجوده وكل حاجه موجوده، ولكن المخلل. فمعانا النهارده حد متخصص في المخلل، هنفهم الحكايه ماشيه ازاي. صباح الفل، ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ كله بخير؟ رمضان كريم. طيب باشا يعني بشكرك على حسن الضيافه. على ايه يا كبير؟ ربنا يعزك. نورتني. ايه الحلاوه دي؟ دي حلاوتك. ربنا يخليك. تعالى نشوف الموضوع ماشي ازاي. اصل خد بالك انا عاشق للمخلل جدا. فشايف ما شاء الله عند حضرتك هنا يعني ده الحاجات اللي متعبيه جاهزه. مظبوط. لسه هنخش على اللي لسه هيبقى هيجهز، بس ما دام احنا واقفين كده والكاميرا واقفه فاحنا نتكلم برضو ايه عامه كده الحكايه. اتفضل. انا شايف قبل ما نتكلم عن اللي جوه انا يهمني النظافه. مظبوط. اتفضل. خلينا نبدا بالحكايه الاساسيه. يعني كل العلب حلوه، بس انا كيف الشكل ده. ايوه. احب انا بقى الشكل الرمضاني. ده كيس المخلل الواحد وهو صغير يبقى ماسك العيش في ايد وكيس المخلل في ايد. طبعا. الواحد بيبقى خايف قوي يقع عشان لو وقع هنتضرب. قول لي بقى هبدا معاك من كيس المخلل. ايوه. ايه بقى؟ ايه جوه؟ ايه الحكايه؟ جوه في فلفل، لفت، جزر، خيار، بصل، زيتون، ارنبيط. حلو قوي. تمام. كل الخضروات اللي موجوده عندك انت مخللها. مظبوط. طيب. الامور اتطورت بقت بعلب، بقت في ازاز، فعايز افهم يعني انا كراجل زبون او في بيت بشتري مخلل او بعت ابني، الافضل اجيب ايه؟ هل اجيب الكيس؟ هل اجيب العلبه؟ طب لو جبت العلبه هتبقى ازاز ولا بلاستيك؟ تفاصيل كتير عايز اتكلم معاك فيها قبل ما نروح نتكلم عن المخلل، عشان الحاجات دي بتهم ست البيت دايما. مثلا اللي مثلا جايب صباح الفل، اللي جايب مثلا علبه كبيره فياخد منها ازاي؟ يعني خلينا مثلا اقول لك مثلا انا شايف مثلا في عند حضرتك علب ما شاء الله يعني فيها مثلا بتاع نص كيلو مثلا متوسطة. لو انا جبت العلبه دي اكيد هتقعد معايا فتره طويله. مزبوط. اللي يهمني مش المخلل دلوقتي، يهمني استخدمها ازاي. مظبوط. هل اطلعها بايدي بمعلقه خشب بمعلقه سلستين؟ ايه الموضوع؟ شايفها ازاي؟ يعني لو كميه كبيره بناخد على قد الاكل. ازاي؟ بمعلقه نظيفه طبعا، استانلس او خشب مفيش مشكله. تمام. المهم تكون نظيفه. تمام. مفيش مشكله. تمام. 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 وما ياخدش درجه حراره المطبخ عشان ما يعملش ما يتفاش يعني ما يبقاش المخلل جنب النار او الفرن او البوتاجاز. ما ياخدش درجه حراره المطبخ. كلام جميل. ثلاجه دايما. بالظبط. ثلاجه دايما طالما هياخد على قد. تمام. والباقي في الثلاجه. طب يعني انا شايف مثلا هنا مثلا البصل ده فيه هريسه. تمام. او فيه شطه. تمام. ده ليمون معصفر. تمام. ده زيتون في زيت او في ميه حسب حطه. ايه اللي بيختلف عن ده؟ يعني ميه الميه دي بتحفظ اكتر من الزيت او اكتر من الميه اللي فيها هريسه او زيت فيها هريسه؟ ايه هو حضرتك هنا اللي هو بدقه ده في زبون بيحب مثلا بشطه وفي زبون ما بيحبش بشطه بياخد الساده. خليني ارجع تاني واسال حضرتك، شايف مثلا هنا في بطرمان حلو قوي من فلفل الهالبينو. تمام. ده ايه بقى؟ وبطرمان ده بلاستيك مش ازاز، شكله يدي ان هو ازاز ولكن هو بلاستيك، يعني لو وقع ما يحصلوش حاجه. قول لي بقى الحكايه ماشيه ازاي؟ اشوف افتح. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه مخلل. فلفل ده ايه بقى؟ ده فلفل طبعا بيجي من الارض. الهالبينو اللي هو زي الهالبينو اللي هو المكسيكي ده. بنجيبه يتغسل وبعد ما يتغسل عامل ازاي؟ يتقطع. فلفل مخلل.
اتفضل. يتقطع وبعد كده نبدا نخلل. حلو قوي. تمام. الخل قد ايه بياخد وقت منك كتير الفلفل؟ يعني الفلفل ده ممكن ياخد له مثلا بتاع شهر. بتاع شهر تخليل. طيب وايه تاني عندك؟ مثلا انا شايف مثلا الليمونه دي مثلا. مظبوط. ليمون معصفر، احب الليمون معصفر انا برضه. ايه بقى حكايته ايه؟ شايف في زعفران وشايف ايه بقى؟ عصفر وحبه بركه. عصفر ده ولا زعفران؟ عصفر. عصفر تمام، ولا شبه الزعفران وحبه البركه. تمام. ده بياخد قد ايه وقت منك في التخليل؟ الليمون عشان يزبد كله مثلا مش اقل من شهرين. من شهرين؟ مش اقل من يعني حضرتك بتخلي الحاجات دي بتاخد وقت. طبعا. ايه اكتر؟ اسهل حاجه هو الخيار طبعا. الخيار المغربي. اللي اي ست بيت ممكن تعمله. خيار صغير وخيار كبير. خيار صغير خيار كبير. يعني مثلا خلينا مش مثلا الخياره دي، ده خيار سلايز مثلا، ده سندوتشات كريبات. اخر حاجه معلش شغل عيني تحت امرك معلش، يعني الجزر ما اتكلمناش على الجزر وده مهم جدا. انا بحب الجزر جدا، هو والبصل الاثنين قدام بعض اهو. مظبوط. بالمره اصل انا كمان ايه مستغل الوقفه دي، احترامي ليك طبعا عشان انا عارف المكان عندك سؤال من جوه، فالتفاصيل مش هتيجي براحتنا زي ما احنا واقفين. طيب الجزر شكله يفتح النفس، انا عاجبني كمان الرصه بتاعت الجزر. انت بتعمل الجزر ازاي؟ بيجي طبعا الثمره بنختارها اذا كانت جزره ياباني او فرنساوي بتاعت التخليل تختلف شويه عن المصري بتاع السلطه بتاعنا. مظبوط. تمام. يعني ما بنجيبش جزره فيها سكريات، فالسكريات دي ما تنفعكش في التخليل. لا، فعلا بتنقي جزره ما يكونش فيها سكر كتير. ايوه، بتكون مسخه. مسخه. مسخه يعني طعمها تاكلها مش معسل. مش معسل، فده ما ينفعش سلطه، ما ينفعش طبيخ، ما ينفعش، ده ينفع بس بالايه؟ في التخليل. بتخليله في قد ايه وازاي؟ الجزر ممكن يطلع في 20 يوم. 20 يوم. يمز ويبقى كله خل، وانت حاطط له ميه وملح بس. تمام. وبياخد ميه وملح بس. مظبوط. تمام. البصل الحلو ده ايه بقى سكيته بقى؟ بتعمله ازاي برضه؟ البصل ده طبعا. نوع معين ولا ايه بقى؟ ده بصل مصري من المنيا. الله. لو مش على الصبح كان زماننا خدناها 3-4 ألف هنا. اتفضل. ده بيجي من المنيا، بيجي لنا متقشر كده. طب معلش لحظة بالمرة عشان شايف رصة، يعني يطول البال اللي عامل الرصة دي. والله ايه بقى؟ يعني صابر. ايه؟ صابر؟ صابر. هو صابر ولا اسمه صابر؟ اللي رص اللي عملها اسمه صابر؟ صابر. ايه؟ صابر فعلا صابر. يعني هو رصص ده؟ بجد والله؟ شايفين الرصة عاملة ازاي؟ يعني تخيلوا لما تروح عند واحد بتاع مخلل في امبابه وتلاقيه عامل لك المنظر ده، امال لما اروح اليونان هنعمل ايه؟ والله العظيم ما شفتش ده قبل كده، بنضافه وشياكه، وده عاجبني جدا. بفضل. طيب يعني ده بترصوه كمان وبتقطع طبعا في حاجات بتتحط في العرض فلازم ترصه وبتهتم بيها قوي يعني. لا شكلها، ودي ميه، دي طبعا دي ميه الزيتون. طيب يلا نخش بقى على الحكايه تحت ونشوف الميه الحلوه بقى اللي عندك تحت وندوق ونفهم. يلا بينا. اتفضل يا شيف. اتفضل يا باشا. اتفضل. ايه بقى يا حاج ياسر؟ اهلا. ايه الحلويات دي بقى؟ احنا كده هنا بقى في الحكايه بقى تحت امرك. شايف حاجات حلوه وحاجات مشكله، اخد معلومه عشان اشتري على مزاجك. تحت امرك. ماشي؟ تحت امرك. ايه بقى ده؟ ده زيتون مخلي بالكرفس والجزر والزعتر والفلفل هلابينه احمر وفلفل هلابينه اخضر. ده في كاستك؟ انتوا اللي عاملينها بس؟ كل شويه بطور فيه حاجه كده. وده ايه بقى؟ ده حاجه غير ده؟ دي حاجه اسمها، احنا عاملينها اسمها كوكتيل. كوكتيل؟ ايه بقى؟ ليمون، زيتون، فلفل بلدي، فلفل هلابينو احمر، فلفل هلابينو اخضر، تتبيله توم بفلفل ايطالي احمر بفلفل هندي احمر. قالوا لي ان حضرتك من اكتر الناس مميزين في ميه الترشي اللي ما فيهاش ملح وما فيهاش ضرر، وانت كنت بتتفرج معايا دلوقتي بقول لك الدكتور قلت لي لا انا عايز الدكتور هو اللي يقول لي لما يدوق. مظبوط. ايه بقى؟ ايه الثقه الزياده ان انا اخد من عند حضرتك ميه ترشي او حاجه حرشه وما فيش مشكله بالنسبه للضغط؟ ازاي بقى؟ نحط 1 لتر ميه بملح على 17 لتر ميه. وفي حاجه بتتخلل كويس؟ الحاجه بتتخلل طبعا، هي متخللت اساسا. اصلا اللفت. اللفت في البيت كل امهاتنا بتعمله. تمام. حضرتك بتعمله بطريقه غير بيتي. صح ولا انا غلطان؟ اديني روشته في السريع لو حبه لفت اشتريتهم وانا ماشي مع بنجراي اخللهم ازاي في البيت؟ بيتخل مع 4 معالق ملح كبار والبنجرايه تتغسل تدي لون المحمر بقى وتتحط معاه وبس، مش اي بس حاجه تاني. بس هتلاقي يومين ثلاثه وتخلل ويمز هو هي هتشوفه بعينيها. فهتعملي كيس مخلل حلو كده عشان نعمل كيس سريع كده يشوفوه بايدك. يلا يا باشا اتفضل.
تمرين يا سيدي. هي دي الحكاية وهو ده الفطار وهو ده رمضان. على ما أعتقد الأمور النهاردة كانت بسيطة، أتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا وطبعا فهمنا الموضوع من مصدر ثقة. والمخلي المخلي يا جماعة، ورمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. شكرا جدا ياسر باشا، ربنا يخليك واشوفك ان شاء الله على خير. اخده بقى ولا ايه؟ اه طبعا. صباح عليكم. بسم الله يلعب. اوبا احنا كده خلصنا خلاص. ايه الحكايه هنا؟ رمضان كريم. رمضان جانا وفرحنا يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب يا رب يكون تقرير المخلل زي ما كان عاجبني، يا رب يكون عجب حضراتكم. هم خالد محدش بيختلف عليه، بحاول كل سنه نروح لحد مختلف، منطقه مختلفه، نسمع اخبار وافكار وطرق وتحضيرات مختلفه، واتمنى ان شاء الله يكون عجب حضراتكم. ولسه في حاجات ان شاء الله جايه في الايام اللي جايه. طيب سريع عشان وقتنا بيطير. البشاميل زي حضراتكم شايفين بصوا عامل ازاي، دلعته شويه اهو، شوف المنظر. خليت البشاميل عندي المنظر ده ازاي، كل واحد ليه طريقه اكيد، ولكن خدوا مني بقى التاتش الاخير في تقفيل البشاميل اللي هنا. بقى هعمل ايه بقى؟ هلونه كمان بمعلقه صلصه طماطم واقلب حاجتي كده عشان اخد لون حلو. وحاضر وكده حبه جبنه كمان كده. ولحظة واحدة، حاضر. ايه اللي اتحرق؟ يا جماعة ما تلعبوش بأعصابي، انا راجل شغال وعارف انا بعمل ايه. انا تمام، مش دي الصينية اللي قصدكم عليها؟ ليه متحرق؟ يعني ما تقولوش معلومات ممكن تخليني اجري من الاستوديو وانا بتكلم معاكم. طيب دي موجودة معانا، نرجع تاني. كلمة اتحرقت على الهوا دي يا قلبي، وهي ما حصلش حاجة، ولو حصل انا تمام، بس ما حصلش فانا تمام. طيب ارجع تاني. خلاص قلدنا البشاميل تقريبا حلو بالجبنه بقى والصلصه كده، معلقه صلصه. بصوا منظر الجبنه عامل ازاي بقى في الصلصه في البشاميل، حاجه عسل. عايز ارجع حته بس صغيره بالمره، فاكرين الفراخ دي لما سرقناها في المرقه دي؟ فاكرينها؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ عايز يبقى المنظر ده، عايز الفرشه دي اهو واحنا شغالين كده. بص فرشه زبده كده اهو كده، او سمنه، اي حاجه حضراتكم بتحبوها. وروح فاكرين الحشو اللي بسله ده، كل حاجه باينه. فلفل اسود على الوش، سيبها خمسه كده على ما نقفل البشاميل ان شاء الله، تاخد لها لون سريع كده ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله. تمام، نرجع بقى لصينية حلوة، مكرونة مع اللحمة كلهم مع بعض في قلب البولة واحدة. فاكرين التعصيجة دي؟ الصينية تقلها غالبا أتقل مني، أنا مش عارف يعني تقيلة جدا، ده فيها ولا 20 كيلو الصينية اللي ماسكها في إيدي دي. طيب وهحب البشاميل كمان هنا معاهم. أوبا هو ده الكلام. وأجيب معلقتين حلوين وأقلب حاجتي مع بعض، كله مع بعض. اه كله مع بعض، جربوا بس مش هتخسروا حاجه. خد مني دي كمان، عايز ادلع الدنيا كده اهو. شوف المكرونه بشاميل معاه اللحمه المفرومه كلها ببعضيها كده اه، عادي جدا كده اهو. واروح اعمل ايه بقى؟ جايب عندي الصينيه دي ماشي اوكي، ونزل كده على طول في قلب الصينيه. كده اهو، وابدا اساوي اموري. انت النهارده تعبني، كل حاجه جايبينها مش اللي انا عايزها، بس ماشي. والله انا الصواني حتى كمان
ماشي. ماشي ماشي. اجيب بس بايركس اصغر لان الحاجات اصغر، وشايف ان البوله كبيره. ده كويس. فرشه زبده سريعه عشان الحاجه ما تلزقش مننا، وانا بتصرف. الجيش قالك اتصرف، احنا شغلتنا كده، لازم تحت اي حركه تك تك تروح مظبط امورك وراجع تاني. ايوه انا ما بعملش حاجه غصب عني الصراحه، ما بعرفش اعمل ده كده. الكميه دي على ما اعتقد لطيفه جدا. اساوي اموري بالشكل ده كده، حجم كويس. كنت اقطعها ازاي لما تبقى في حته الغويطه دي؟ ها جايبين لي صينيه تشيل 5 كيلو مكرونه واحنا كيس مكرونه في الاخر. حابب بشاميل؟ هنا بقى كده احنا الكلام بقى المظبوط. بس كده متشكرين. شايفين الكلام عامل ازاي؟ ولا اي تفاصيل خالص ولا صعوبه. اخد الكلام ده واطلع بيه على السلمندر على ما نقفل حاجتنا، نشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله. السلمندر اللي هو الحته اللي فوق، ونقرف بقى الشوربه بالمره ونقفل السلطه على ما المكرونه تاخد لونها. انا مش حاسس بالامان في الفرن ده، مش عارف ليه النهارده. ماشي احنا ورزقنا بقى. كنت عايز اقول ايه؟ السلطه. خلاص خلصنا كده الشوربه نغرفها والرز نغرفه على ما المكرونه تاخد لون والفراخ تاخد لون، كده احنا تمام ان شاء الله. نوسع بقى المكان افندم. حاضر حاضر عينيا. يا دعاء هانم صباح الفل. خير ازيك يا شيف؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ انا اكلم حضرتك الاول وبعد كده هكلمك تاني. حاضر حاضر يا فندم، ادهوني. طب هيكلمني ازاي وبيعيط يا فندم؟ طب خد كلمني. يا عم كلم. الو 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 صباح الفل يا قمر، ازيك؟ انت بتعيط ليه؟ ها؟ كل سنه وانت طيب يا شيف علي. انا كنت عايزه اكلم حضرتك اسالك على بالنسبه للفراخ المحشيه. تمام يا فندم. كل مره بتتفتح مني. عملت اختراع بسيط من شويه. حاضر يا فندم حاضر. حاجه ثانيه؟ وكنت عايزه اشترك في المسابقه لوالدتي، ما حالفنيش الحظ ان انا يعني اطلع على الهوا في عيد الام، كنت عايزه اشترك مع حضرتك ان شاء الله. حاضر يا فندم، نسجل بياناتك في الكنترول. حاضر يا فندم، بسم الله. حاضر يا فندم، اوامرك امري، بسم الله. بص المرقه عامله ازاي وشوربه الخضار عامله ازاي، حاجه تاكل اهو. يلا بالبركه. بص البطاطس في الاخر بس كده، حبه شوربه بيتكلموا عن نفسهم. ده يطلع على طول كده على المائده. شوربه خضار بالكرفس الزياده. واجيب عندي بقى حاجه السلطه دي عشان احنا امبارح ما عملناهاش، فدلوقتي نقفلها على طول في اقل من منت. وبوله فاضيه وعايز اعمل تتبيله حلوه للسلطه اللي تاكل بقى. ايه التتبيله بقى يا شيف؟ والله التتبيله دي تبقى فيها سنه ميه كمان وليها طعم كويس. حبه خل الاول وعصره ليمون وسنه شطه، سنه كزبره ناشفه، حبه ملح وحبه كمون. تتبيله بلدي جدا جدا جدا. وحبه خضره زي الشبت والبقدونس، وعندي طبعا قرن فلفل في النص. كرسه يتقلب كده اهو، وانزل عندي بفلفل اخضر واحمر، وعندي كمان حبه خيار، واقلب حاجتي اول باول عشان خاطر الامور تبقى سهله معايا. والطماطمايه كمان. وبصلايه.
واقلب السلطه كلها اهي. جيب طبق على السريع، طبق سلطه بلدي عادي جدا. نبص على المكرونه بالمره. هتنزل تتر جنبي ليه وانا لسه ما خلصتش؟ يعني طب ما تصبروا عليا يا جماعه، ما انا بعمل حلقه. تنزل تتر جنبي يعني معناها ايه؟ تنزل تتر جنبي يعني معناها الحلقه بتقفل وانا لسه ما قدمتش الاكل. حبه خس الاول، طبق السلطة، ادوني دقيقة بس يا جماعة. طيب ادوني دقيقة يا جماعة، انتوا بتطبخوني جدا يا جماعة، ده مش صح خالص. بساعد بس في اللون بتاع المكرونة عشان يطلع شكله حلو، لان هي خلاص فاضل لها 5 دقايق بس. طبعا وقت البرنامج زي ما حضراتكم شايفين ما يسمحش اكتر من كده، فبنعمل كده. لو حضراتكم شايفيني ده بيبقى اسرع شوية من الفرن. المكرونه البشاميل تمام ماشي، خدنا لون على قد ما قدرنا. ونشوف اخبار الفراخ. بسم الله الرحمن والفراخ تطلع اللون بتاعها لطيف، ولكن كنت حابب لون الطف بصراحه، ولكن محكم النهارده شويه بالوقت. فزي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، حط عليهم حبه رز او تحتيهم حبه رز من اللي احنا عملناهم كده. فاكرين الرز ده؟ حاجه برده جميله جدا اهو. بسم الله. رز بالكبد والبسله والقوارص طبعا اهو. ده اللي استوى كامل غير اللي استوى في نص الفراخ. وادي الفراخ زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، فراخ بلدي شامورت محشيه ومحمره بالهنا والشفاء لحضراتكم. وبكده يكون الطبق الاخير طلع وكده زي الفل قوي الحمد لله. يبقى بايركس، المكرونه بشاميل، سلطه بلدي، وشوربه الخضار، وكمان سلطه لطيفه جدا. واتمنى يكون الحلقه عجبت حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، والسلام عليكم.